لا الحمد لله ان شاء الله خير. الاصابه نفس الاصابه اللي تعرضت لها من قبل سفيقس ولا يضرني ان شاء الله ما تكونش اكثر خطوره معناها ملي من التحديد نتاع الاصابه الفارطه وان شاء الله خير. بالعكس هذا نورمالمون انتوما معناها تشيدوا به معناها الفريق قاعد يعمل في فور كبير، الفريق قاعد يقدم في مردود ونتائج ايجابيه. نحاولوا باش نكونوا نحافظوا على النتائج هذه خاطر الحقيقه صعيب انك باش تونشيني تقريبا تو عندنا 10 شهور نونشينيو في الماتشات الكل على بعضه، معناها فريمون ماتشات دو كاليتي وضد منافسين كبار. الحمد لله انتصار باهي برشا، تعبنا عليها المرتبة الأولى تعبنا عليها برشا سيرتو ماتشات الأخرانيين، وك تعرفوا ماتشات كل كبار وجونا مع بعضهم من قرب لبعضهم، مي الحمد لله كلنا رجال وكنا يد واحدة وسافا عملنا ماتش باهي والحمد لله بريمير بلاس. اليوم فرحة سيرتو معناها الانتصار هذا رجعنا معناها عطانا حقنا في الكلاسمون، احنا نسحقوا الكلاسمون الأولانيين في الصدارة وهذه بلاصتنا الحمد لله يا رب. اليوم شدينا بلاصتنا وإن شاء الله ما نخلو منظر كامل بلاصة. الحمد لله ساعة كنا عند حسن الظن نتاع المسؤولين، كانوا عطاو فينا ثقة، كلمونا على الباركور هذا اللي جاي كسباقس الكلوب لسبيرونس. اليوم كملناها بأحسن ما يرام، ليطوال اليوم في الطريق الصحيح، إن شاء الله نكملوا تقريب الأولاد الكل حتى في مخها نفس الأوبجيكتيف اللي نحبوا نوصلوا له، إن شاء الله مشوار بطولة مازال بقينا نحطوا ساقين عقا ونزيدوا نكملوا نخدموا على رواحنا. والله صحيح تو عندنا بيريود قاعدين نخدموا على رواحنا، قاعدين نعملوا في الكونفيرماسيون تاع لي ماتش اللي قاعدين نعديوا فيهم. الحمد لله اليوم زدنا أكدنا ليطوال وصلت لنيفو معين، إن شاء الله نكملوا نخدموا كيك وإن شاء الله نزيدوا نعملوا الكونفيرماسيون تاع المردود اللي قاعدين نقدموا فيه، ان شاء الله يا ربي معنا ان شاء الله.